هذه التقنية إنه تفوت بمستشفى بإمكانيات محدودة زي المقاصد وتنجح بهاي الطريقة، هذا إشي رائع وإحنا كتير فخورين في هذا الإشي، اللي قادرين مش بس ننافس المستشفيات الموجودة في المنطقة كمان نتفوق عليها في هاي التقنية. أنا اسمي فراس أبو عكر، عمري 38 سنة، متزوج وقبل ميان وعماد، بشتغل بمستشفى المقاصد من 2017 كأخصائي جراحات صدرية. اليوم احنا بنحكي مستشفى المقاصد، جميع عمليات جراحة الرئة تجرى عن طريق المنظار، نسبة العمليات اللي تجرى عن طريق المنظار فوق 90%، أو حتى بالسنة الفاتت كانت 97%، فقط 3% من العمليات أجريت عن طريق الجراحة التقليدية. يعني بحكم وجودي في القدس عارف شو أهمية المقاصد من ناحية علمية، من ناحية سياسية كمان، وكمان من ناحية طبية. شعور بكون متضارب، انه انتم بنفس الوقت معرض للخطر ومش بامان، وبنفس الوقت عمالك بتنقذ حياة انسان اللي هو روحه معلقة بالقرارات اللي عم تاخدها. كان في طفل عمره 3 سنوات من غزة اللي كان يلزم تدخل جراحي في الرئتين، والطفل هاد أجا بدون مرافق من أهله، إنه والده ووالدته كانوا ممنوعين إنهم يجتازوا الحواجز، فاضطروا إنهم يبعثوا حدا من الجيران علشان يرافق الطفل هاد. هاي كانت قصة شوية مؤثرة يعني لإلنا كطاقم طبي، إنه يعني نعالج طفل بهيك عمر بدون وجود أهله بيناتنا. في النهاية المجهود هذا بيستاهل، لأنه الثمار اللي بحصدها الطبيب في النهاية هي ثمار جدا 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 مستاهلة الواحد يتعب عشانها.